واقفا يبكي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ما يبكيك أيها الصابي؟ فقال له الصبي وهو لم يعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم: دعني أيها الرجل، فإن أبي مات في إحدى الغزوات مع رسول الله، وأمي تزوجت بغير أبي، فأخذ داري وأكل مالي، فصرت كما تراني عاريا جائعا حزينا ذليلا. فلما أتى يوم العيد رأيت الصبيان يلعبون، فتجدد حزني فبكيت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما وعائشة أما وفاطمة أختا وعلي عما والحسن والحسين إخوة؟ يضحكك الآن؟ فقال لهم: كنت جائعا فشبعت، وكنت عاريا فكسيت، وكنت بغير أصبح رسول الله. يا أبي
حسين وإخواتي فقال له الصبيان يا ليت آباءنا ماتوا في أحد الغزوات مع رسول الله. صلى الله على محمد.